سلام لو في حرب بحد وحقيقي. يمين بالله يمين بالله ما فوت طارك يا حمدان. مين حمدان ده يا ابني؟ ابن خالة جوز عمة أم الله يرحمه. يا راجل كنت قتلت أبوك أسد. النظام تنتي وقت انت جهاز الحرب يا فندم. حرب ايه يا ابني انت وهو؟ ده الكاوتش فرقع. يلا يلا ساعد السواق في تغيير العجل. يلا انت هات الاستبن وانت هات الكوريك. يلا يلا يا ابني هروح انا اجيب حجر حجر بيه الكاوتش. روح مستني ايه؟ يلا اتحركوا. يلا اتحرك منك لو اتحركوا. يلا اخويا. حاضر يا فندم. يلا اخويا هتحركوا. اتحرك يا ابني. اتحركوا. حاضر حاضر يا ابني امشي يا ابني. اتحرك يا فندم. يا ساتر يا رب على ده بني ادم. اجروا ورا عند العجله. يلا اخواته وهو اجروا. امسك 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 يا فندم امسك امسك. يا نهار اسود الغام الغام هي كانت طاقصه الغام 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 يا وجعتك السوداء يا وهدان. يا خرب بيتك يا وهدان. يقولوا عليك ايه في البلد؟ مات ملغوم وما حاربش ولا حموت كده بحجري. اسكت منك لو اقطع النفس. كل حاجة هتتقطع ان شاء الله ومش بمزاجنا. ويجب على الجندي تحمل ما لا يطاق في اوقات التدريب حتى يستطيع الصمود في اوقات الحروب. يا رب انا مسامح اللي كان السبب مسامحه. منه له حرام. مش قادر خلاص صومي الايديا فك. حياة ابوك تجمد يا سعيد ما تودناش في داهية. منه لله خلي بالك انت وهو. المكان هنا مليان عقارب وتعابين. اي حاجة تلوشك سيبها تلوشك. لما تموت لوحدك احسن ما نموت كلنا. ده لو سبع كلنا في ديكو برجبتي ولا رمش. سبع ايه اللي هيعدي في الالغام دي؟ والنبي بقى اتنقطنا بسكتك وتسيبنا في حالنا. بس اسمعوا في ايه؟ واقفين هنا ليه؟ انت اللي واقف هنا ازاي وما جراكش حاجه من الالغام؟ الغام؟ ما في الغام. انت اتجننت؟ مش شايف اللوحه؟ هادي لوحتي واضعها عشان ما حدا يجرب من ارضي. يعني هنا مفيش الغام؟ ما في الغام. ما في الغام؟ اقتلوه! كيلو ده كأنه نص كيلو لبن. يعني اخرس يا عسكري وما تكترش في الكلام يا فندم.
يا فندم ما احنا معانا عربيه ما خدناهاش ليه؟ والله هي مش محتاجه، بعون الله انا عدي الجبل ده بخمس دقايق. يا عم انت عامل لي فيها التيب السحلاوي. اقول لكم ايه؟ مش عايز اقتراحات منك له. مكان الخدمه ورا الجبل، ومفيش عربيه توصل له، وهنوصل له يعني هنوصل له. ها؟ كفايه اللي حصل لنا من تحت راسكم. الخدمة. هنا مكان خدمتكم. انت مربع واحد، وانت مربع اثنين، وانت مربع ثلاثة، وانت مربع اربعة وخمسة وستة وسبعة. الله، هي بالجسم يا فندم؟ لا يا اخويا، بمزاجي. واي حد يهوب ناحية خدمتك لازم تثبته. لو ابوك عدى قدامك ثبته. بس هو ايه يا فندم وانا مسمره هنا؟ اخرس يا عسكري. مفهوم؟ مفهوم؟ تمام يا فندم. انصراف الخدمة! ايه انصراف! كويس كده؟ ادخل بقى، ادخل 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 بقى، ما تضايقنيش اكتر ما انا متضايق. خش منصور. سعيد وهدان يا هنادي. حرام عليكم على اللي حصل لي في 25 يوم. ما حصلش العسكري في فيتنام. دخلت الجيش وانا ماليش جيش، وقلت اللهم لا اعتراض. رحت مدرسة الصحقة غلط، وقلت ده نصيبي. وقعت في حق الألغام، وقلت ده قدر المنيل والأسود. حتى الصوت سميح عبد الله اللي كنت فاكره معرفة طلع بيكره ابويا. ادى كل واحد فيكم مربع، ادانا اربع مربعات. بوت عبود، بوت ادانا اربع مربعات. بوت عبود، ما كلنا حواليك اهو يا عبود. ادانا اربع مربعات. اهدى عبود، خلاص بس. انا حاسس ان انا هموت. بس عبود شد يا راجل، حاسس ان انا هموت يا ناس. شد هتعدي يا عبود، شد هتعدي. اربع مربعات. اهدى اهدى.